أهلا بكم أبنائي طلبة وطالبات مدارس بدر تايجرز الخاصة، معكم مس سامية إمام. اليوم هنأخذ الدرس الثالث، التركيب الذري للمادة من الوحدة الأولى المادة وتركيبها. هنبدأ بالجزء الأول. اليوم هنأخذ الرموز الكيميائية للعناصر. احنا طبعا عرفنا ان عدد العناصر في القشرة الأرضية 92 عنصر، فالعلماء اختاروا رموز للعناصر دي عشان نميزها ونقدر ان احنا نتعامل معاها ويبقى سهلة في دراستها عشان المعدات اللي هناخدها بعد كده، وكمان الخواص العناصر اللي هناخدها بعد كده. ولازم نعرف ان رموز العناصر دي حاجة اساسية، زي بالظبط الانسان لما بيتولد بيكون ليه اسم، ده حاجة اساسي في البداية خالص عشان نقدر نتعرف عليه. امثلة لرموز بعض العناصر عندي: رموز بتاخد حرف واحد ورموز بتاخد حرفين. الرموز اللي بتاخد حرف واحد بيكتب كابيتال، والرموز اللي بتاخد حرفين الاول بيبقى كابيتال والثاني بيبقى سمول. زي بالظبط الهيدروجين حرف واحد اتش كابيتال، والنيتروجين ان كابيتال. هنلاقي ان في رموز واخده حرفين وهنميز ما بينهم، زي الكربون سي. طب الكلور لازم نميز بحرف يبقى سي ال، بينما الكالسيوم نميز بحرف ورا السي هيبقى سي اي. يبقى الكربون بس سي، الكلور ميزنا بالال سي ال، الكالسيوم سي اي يبقى ميزنا بالاي. وكل الاسامي دي مشتقة من الاسم اللاتيني للعناصر. تعريف الذرة: هي اصغر وحدة بنائية للمادة، يعني حاجة صغيرة جدا جدا، وتشترك في التفاعلات الكيميائية. واشتراك الذرة في التفاعلات الكيميائية هناخدها الترم التاني ان شاء الله. بعد كده هناخد بس تركيب الذرة. تركيب الذرة بالظبط زي تركيب المجموعة الشمسية. خدنا قبل كده ان تركيب المجموعة الشمسية عبارة عن شمس موجودة في مركز المجموعة الشمسية ويدور حول الشمس كواكب في مدارات محددة. نفس الكلام في تركيب الذرة، موجود في المركز نواة ويدور حول النواة الكترونات سالبة في 7 مستويات طاقة. جوه النواة هنعرف ان يوجد بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة. طب تعالى نتكلم عن الكتل، ايه الحاجات اللي كتلتها كبيرة وايه الحاجات اللي كتلتها ضئيلة؟ اللي كتلتها كبيرة البروتونات الموجبة والنيترونات المتعادلة اللي هي موجودة داخل النواة. يعني معنى كده كلامك يا مس ان كتلة الذرة مركزة في النواة. برافو. طب تعالى الالكترونات السالبة، دي كتلتها ايه؟ ضئيلة. وما تنساش ان شحنة النواة موجبة. هنعرف الالكترونات. الالكترونات جسيمات سالبة، لسه قايلينها جسيمات سالبة الشحنة، تدور حول النواة بسرعات فائقة. هنأخذ مع بعض حاجة مهمة في الدرس دوت، اللي هو العدد الذري والعدد الكتلي. أنا دلوقتي كاتبالك رمز الصوديوم إن إيه، وكاتبة تحت العدد الذري 11 وفوق العدد الكتلي 23، وقدامه النواة فيها 11 بروتون و12 نيوترون، وكاتبة 3 مستويات طاقة اللي هما K و L و M. ومستويات الطاقة دي كاتبة تحتيها أرقام اللي هو 2 و8 و1، ده اسمه التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم. بس الأرقام دي اتكتبت على أساس إيه أو مبدأ إيه؟ إن شاء الله هناخدها المرة القادمة، بس أنا كاتباها بس النهاردة عشان نعرف إن هي اسمها عدد إلكترونات. طب تعالى بقى ركز معايا، أنا عندي العدد الذري هنا 11 اللي هو أسفل العنصر، وعدد البروتونات اللي داخل النواة 11، والاتنين والتمانية والواحد مجموعهم 11. طب يسمى ايه بقى اللي احنا لسه قايلينها اللي هي بتدور في مستويات الطاقة؟ تسمى عدد ايه؟ عدد الالكترونات. يبقى احنا كده كان لينا نظامنا في العلوم. ايه هو نظامنا؟ ان ال11 لما بتتكتب اسفل العنصر بتسمى عدد ذري، بينما ال11 جوه النواة بتسمى عدد بروتونات، بينما ال11 لما بتتوزع في مستويات الطاقة بتسمى عدد الالكترونات. هناخد اهم تعريفين العدد الذري. هو عدد البروتونات الموجودة داخل النواة، من فهمنا للرسمة اللي انا رسماها. ايوه يا مس صح، ما انت لسه قايله ان العدد الذري 11 والبروتونات 11، يبقى هو هو نفس العدد. حد سامعاه بيقول لي ينفع اقول كمان عدد الالكترونات؟ ينفع يا حبيبي، لان الثلاثه قد بعض، بس انا بقول اللي داخل النواه ميزت او حددت المكان، يبقى العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل النواه. بعد كده عندي العدد الكتلي. العدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات والنيترونات. هنلاحظ حاجة، إن العدد الكتلي أكبر من العدد الذري. العدد الكتلي 23 والذري 11، يبقى الكتلي أكبر، يبقى أكيد خد حاجتين اللي هما موجودين جوه النواة. إيه هما الحاجتين اللي جوه النواة؟ البروتونات والنيوترونات. ركز معايا، طب أنا لو عايزة أجيب يبقى العدد النيوترونات أعمل أجيبها إزاي؟ خلي بالك إن العدد الكتلي 23
وانت لسه قايله يا مس ان هو مجموع البروتونات والنيترونات، واديتك البروتونات 11 يبقى اكيد النيترونات كام؟ هطرح 23 ناقص 11 يدينا 12. وممكن اقول طريقه اسهل ان العدد النيترونات اجيبها بطريقه اسهل، ان انا اطرح العدد الكلي ناقص العدد الذري. برافو، سمع ولد من الولاد بيقول لي ايوه يا مس ما هو العدد الذري هو عدد البروتونات، فبدل ما اطرح يعني منه البروتونات خلاص اطرح منه العدد ايه الذري، ما هو هو نفس العدد 11 11. الملاحظات دي اللي احنا لسه قايلينها كاتبينها، العدد الذري بيساوي عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات، نظامنا في العلوم اسفل العنصر يسمى عدد ذري اللي هو ال11. طب جوه النواه ال11 11 بروتون، طب متوزعه في مستويات الطاقه، مين اللي بتدور في مستويات الطاقه؟ الالكترونات، وهكذا 11، وكل ذره بتختلف في الرقم ده وهنعرف بعد كده بالتفصيل. العدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد ايه النيترونات الموجوده داخل نواه الذره. لحساب عدد النيترونات هطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري. ده نموذج لذرة النواة والسبع مستويات الطاقة مرتبة من أقل طاقة إلى أعلى طاقة. إيه هي المستويات دي؟ كي ال ام ان او بي كيو. طب أقل طاقة اللي هو المستوى الأول كي، أعلى طاقة المستوى السابع كيو. خلي بالك ان الالكترون بينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة اخر على حسب الطاقة اللي هيكتسبها او هيفقدها، يعني لو الالكترون في مستوى طاقة كي اللي هو الاقل عايز ينتقل لمستوى كيو اعلى يبقى لازم يكتسب ايه كما من الطاقة. طب انا عندي دلوقتي الكترون مثلا في المستوى بي اللي هو السادس نزل للمستوى ان اللي هو الرابع، يعني فقد كما من الطاقة. خلي بالك، طب دلوقتي لو الكترون عايز ينتقل من المستوى الثاني للمستوى الخامس المفروض ان هو يكتسب كام؟ هطرح 5 ناقص 2 يدينا 3. يبقى في الالكترونات عرفنا ان هي كل الكترون ليه طاقة وبيكون في المستوى اللي قد طاقته، يبقى طاقة الالكترون بيساوي طاقة ايه المستوى. لكي ينتقل الالكترون من مستوى طاقة اقل لمستوى طاقة اعلى لابد ان يكتسب ايه طاقة. طب لو الالكترون كان في مستوى اعلى وفقد فقط طاقة ينتقل من مستوى أعلى لمستوى أقل وهكذا. إيه هي تعريف مستويات الطاقة؟ مناطق وهمية تدور فيها الإلكترونات حول النواة كلا حسب طاقته. بعد كده زي ما تعودنا في السنوات القادمة اللي احنا لينا تمييز زي مثلا الكتلة بنميزها بالكيلوغرام والجرام والحجم بالسنتيمتر مكعب وهكذا، فاحنا هنميز مقدار الطاقة التي يفقدها أو يكتسبها الإلكترون بالكم أو الكوانتم لكي ينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة آخر اللي هي 1 كم. والكم هو أو الكوانتم اكتب أي حاجة عادي، يبقى هو الكم أو الكوانتم مقدار الطاقة التي يكتسبها أو يفقدها الإلكترون لكي ينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة آخر. آخر تعريف، تعريف الذرة المسارة. ذرة اكتسبت كما من الطاقة، يعني أنا بس حددت لك لو الذرة اكتسبت من الطاقة كما من الطاقة بنطلق عليها اسم الذرة المسارة. الواجب، ما المقصود بالعدد الذري؟ خلي بالك هو عدد حاجة واحدة بس داخل النواة. برافو سمع بنت بتجاوب. ما المقصود بالعدد الكتلي؟ أيوة برافو عليك، بيقول لي مس عددين جوه النواة. الكم أو الكوانتم تعريفه إيه؟ اخر حاجة في الواجب الذرة المسارة. ان شاء الله هنتظر الاجابات بتاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.